مثلا انا ما حسيتش انه يوم كامل يعني ما حسيتش انه في بيرثدي، خاصه كي جاني ايهاب عمل لي هابي بيرثدي ومشي. كثير زعلت، رحت على المسرح بكيت، طلعت على الاوضه بكيت. كيف بيقولوا لي هابي بيرثدي عادي؟ يعني انا شايفه حالي لو اي حدا منهم بيكون عيد ميلاده راح اعمل اي شيء مشان اعمل سربرايز. وهيدي هي قالت لي انه عملت لي سربرايز، شفتني عم ببكي بس ما صدقتها، مو تخيلتها لهالدرجه. كثير واو، هيدي طلعت لعندي شفتني عم ببكي، قعدت تهدي فيه وتقول لي خلص وهيك. قلت لها ما حدا عمل لي سربرايز يعني منا ملتهين فيه. قلت لها اول مره يعني عدد كبير يعني بيقول لي هابي بيرثدي امبارح، بس قلت لها ما عملوا شيء يعني هيك، فكرت راح يعملوا لي عيد ميلاد. هيدي قالت لي انه عاملين لي مفاجاه بس ما صدقت صراحه. قلت لها اوكي انت بتصبري فيه؟ قالت لي والله يعني بتحلفي وانا مو قادره اصدق. قلت لها خلص اوكي رح نشوف. فلما نزلت وشفت هذاك الشيء رجعت للاوضه وقعدت نطت ما ماني مصدقه يعني كم يعني طارت ثلاثه يعني عن جد، ومش يعني مش من هون بس يعني من فانز تبعي وناس بتحبني وناس بعرفها مثل مرام هيز من السعوديه قريبتي كثير. عن جد ما يعني لحد هلا ماني مستوعبه الشيء. شفت صوري على الكيك وانا عامله عامي هيك بوقي قد هيك، وصور كثير حلوه يعني طلعه كثير حلوه. عم بتمنى انه فرح اهلي، انا دائما اهلي قبل انا، عم حاول انه فرح اهلي بما اني حاسه انه يمكن اطلع نوميني، فعم حاول انه فرح اهلي. هذا اكثر شيء تمنيته. الامنيه الاولى اني اخذ لها، ثاني امنيه اني اشتري البيت لماما واخواتي اللي قلت لهم انا من وانا صغيره قلت لهم انا راح اشتريكم. تلت أمنية بكفي دراستي اللي بحبها كثير وما قدرت تكون سبب ظروف عائلية. رابع أمنية إنه أعتذر من كذا شخص هون بالأكاديمية فاهميني غلط، من رافائيل ومن عباس. نمارة تاشير.